في حلقة اليوم سنتحدث عن امتداد البشارة من السامرة إلى أفريقيا. أعزائي من الصحراء الجنوبية، أريد أن أتحدث في هذا الإصحاح الإصحاح الثامن من سفر أعمال الرسل عن موضوع في غاية الأهمية، عن موضوع تحول الكنيسة من منطقة أورشليم إلى وصول البشارة إلى السامرة وأيضا إلى أفريقيا في هذا الإصحاح. أنا أدعوك لكي تدرس هذا الإصحاح الشيق من سفر أعمال الرسل الإصحاح الثامن. رح تسمع معلومات ومقتطفات من هنا وهناك، لكن أدعوك أنك تدرس هذا الكتاب وهذا الإصحاح بالتفصيل وبالتدقيق أيضاً. إخوتي وأخواتي، الصحراء هي مدرسة الخدام، مدرسة رجال الله العظماء الذين تخرجوا من الصحراء وتقابلوا مع الله، مثل إبراهيم وأيوب، مثل موسى النبي، ومثل بولس الرسول اللي كان في العربية 3 سنين، ومثل الرب يسوع اللي كان في الصحراء 40 يوم. خرجت رجال عظماء استطاعوا أن يكرزوا بالكلمة. هذه الصحراء أيضا ساعدت على الاختلاء، أن يبتعدوا عن المدن وحياة الشر لكي يعرفوا الله أكثر ويأخذوا إعلانات من الله. أدعوك لتشاهد هذه الحلقة وتلمس محبة المسيح وقوة المسيح الحي الذي يعمل في كل مكان، رغم الاضطهاد في أورشليم، يعمل في منطقة السامرة ويعمل أيضا في منطقة أفريقيا. عزيزي، سأعود بعد قليل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. فنزل فيليبوس إلى مدينة في السامرة وبدأ يبشر فيها بالمسيح، وأصغت الجموع بقلب واحد إلى أقواله، لأنها سمعت بعجائبه أو شاهدتها. فكانت الأرواح النجسة تخرج من أناس كثيرين وهي تصرخ بصوت شديد، ونال الشفاء كثير من المفلوجين والعرج، فعم المدينة فرح عظيم. وكان في المدينة ساحر اسمه سمعان، فتن السامريين من قبل بأعمال السحر وادعى أنه رجل عظيم، فكانوا يتبعونه جميعا من صغيرهم إلى كبيرهم ويقولون: هذا الرجل هو قدرة الله التي ندعوها العظيمة. وكانوا يتبعونه لأنه فتنهم بأساليب سحره من زمن طويل. فلما بشرهم فيليبوس بملكوت الله واسم يسوع المسيح آمنوا، وتعمد رجالهم ونساؤهم، وآمن سمعان أيضا فتعمد ولازم فيليبوس يرى ما يصنعه من الآيات والمعجزات العظيمة، فتأخذه الحيرة. أعزائي من الصحراء الجنوبية، نواصل دراستنا وحديثنا من سفر أعمال الرسل. في هذه الحلقة رح ندرس إصحاح الثامن. هذا الإصحاح يعتبر إصحاح هام
في تاريخ حياة الكنيسة الأولى. في هذا الإصحاح نرى أنه حدث اضطهاد عظيم ضد الكنيسة في أورشليم فسببت تشتت الكنيسة، ومكتوب الذين جالوا، الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. واحد منهم اسمه فيليبوس، كان واحد من الشمامسة السبع، ترك أورشليم وذهب إلى منطقة السامرة في مدينة من السامريين. طبعا اللي بقيوا في مدينة أورشليم الرسل حتى يشجعوا المؤمنين وحتى يكون المركز الرئيسي للخدمة أيضا في أورشليم. لكن اللي تشتتوا بسبب الاضطهاد في أي مكان ذهبوا، ذهب يسوع معهم، وذهبوا بقوة الروح القدس، وذهبوا ممتلئين بقوة بل بكلمة الله، ورأوا أن حياتهم هي مؤقتة على الأرض، وأن الاضطهاد ليس نهاية كل شيء بل البداية، بل إنه الكنيسة نمت أمام الاضطهاد الشديد وأمام عنف المقاومة ضد المسيحيين، فجالوا مبشرين بالكلمة. واحد مثل ما ذكرت اسمه فيليبوس، فيليبوس كان عايش في منطقة قصاريا، كان فيها خليط من السامريين واليهود أيضا، فعنده فكرة عنهم. لكن في هاي الفترة ذهب إلى منطقة السامريين، وهذا تحول جغرافي هام، يعني ابتدأت الرسالة تصل إلى أبعد من نطاق اليهود. جماعة السامريين كانوا طبعا خليط من اليهود وأمم أخرى، ابتدأ هذا الخليط في سنة 722 قبل الميلاد عندما جاء الأشوريون وسبوا المناطق أو الأسباط العشر، المنطقة الشمالية، أخذوهن إلى أشور وأحضروا شعوب أخرى واختلطوا وتزاوجوا. عندما رجع اليهود من بابل، المنطقة الجنوبية أقصد سبط يهودا، وحاول السامريين طلبوا أن يساعدوهن، فاليهود اللي في أورشليم رفضوا بل احتقروا السامريين بكل بساطة لأنه اختلطوا في شعوب أخرى. وازداد هذا العداء على مر التاريخ إلى أوجه في أيام المسيح، يعني الشخص الذي كان يدعى سامريا يدعى شيطان، والشخص الذي يمر في منطقة السامريين يعتبر أيضا نجسا. لكن محبة المسيح انسكبت في قلوب التلاميذ بقوة الروح القدس، فذهب فيليبوس المبشر، ذهب فيليبوس المبشر إلى منطقة السامرة، وابتدأ يكرز بالكلمة، وابتدأت قوة الله تظهر من خلال حياة فيليبوس المبشر. كان مبشر بارع وذكي، ممسوح بقوة الله، مملوء بقوة الروح القدس، واضح أنه كانت خدمته مثمرة جدا. كان يكرز بالكلمة، والله أيد الكلمة بآيات ومعجزات خارقة وعظيمة جدا في منطقة السامرة. وهون أيضا تحول آخر، مش بس الكرازة كانت في أورشليم، لكن الكرازة صارت في منطقة السامرة. المعجزات ليس فقط عن يد الرسل، لكن ابتدأ الله يستخدم الشمامسة. من قبله استفانوس الذي اضطهد والذي أصبح الشهيد الأول، قتل، ومن بعد ما دفنوه ذهب فيليبوس وهو أيضا كرز بالكلمة. نظروا الآيات، مكتوب كانت الأرواح تصرخ بصوت عظيم، كان في معجزات شفاء خارقة، كان في فرح في كل المدينة. مكتوب النتائج أنهم اعتمدوا رجالا ونساء أيضا. واحد من الناس اللي آمنوا شخص اسمه سيمون الساحر، كان مخادع ذكي جدا، دهش من النتائج. هذا الشخص الساحر أدهش الناس بسحره لأيام طويلة، كان يسموه قوة الله، لكن عندما رأوا المعجزات وعندما رأوا الآيات وقوة الله التي ظهرت من خلال فيليبوس اكتشفوا أن هذا لا شيء. حتى سيمون نفسه آمن واعتمد في هذا الفترة. لكن في شيء مهم حدث، إنه أرسلوا إلى بطرس ويوحنا أن يأتوا من القدس من أورشليم إلى منطقة السامريين لكي يصلوا ويضعوا الأيدي
ويمنح عطية الروح القدس، وهكذا تمت النبوة كما قال المسيح: تكونون لي شهود في أورشليم، في كل اليهودية والسامرة، ثم إلى أقصى الأرض. فعندما وضع بطرس ويوحنا وصلوا، وضعوا الأيادي وصلوا للناس، استلموا بل أخذوا عطية وموهبة الروح القدس. فطبعا سيمون الساحر دهش، شاف شيء غير اعتيادي لفت انتباهه، لكن الخطر أحبائي أراد أن يشتري الموهبة. لم يكن ملء الآخرين إنه الناس تمتلئ بالروح القدس جل اهتمامه، لكن كان موضوع اهتمامه كيف يحصل على القوة والسلطان. المشكلة الخطيرة كانت في حياته الذات، فوبخ الرسول بطرس وعالج القضية والموضوع في الحال إنه هذه المواهب لا تشترى بالدراهم ولا ممكن يدفع لها، لأنها موهبة عطية مجانية من عند الله. أعزائي، سأواصل حديث بعد قليل عن مؤمن آخر، عن خصي الحبشي. الشرط أنك تيجي تعتمد بنهر الأردن، أي ماء ممكن تعتمد فيه، لكن أهم شيء طاعة صوت الرب. برية اليهودية هي صحراء يحدها من الشرق البحر الميت، ومن الغرب جبال اليهودية، منطقة أورشليم. ظلت برية اليهودية عبر التاريخ غير مأهولة بالسكان إلى حد كبير بسبب افتقارها إلى الماء والطرق الجيدة، مما جعلها مكاناً مثالياً لكل من أراد الهروب من وجه الأعداء أو الانعزال عن العالم. وهذا ما حدث تماماً مع داود، الذي اختبأ في عدة أماكن في برية اليهودية خوفاً من الملك شاول الذي كان يطارده. وكذلك قام يوحنا المعمدان بالتبشير هنا. وفي الجزء الشمالي في برية اليهودية قام يوحنا المعمدان بتعميد يسوع في نهر الأردن، وهي أيضاً البرية ذاتها التي جرب فيها يسوع. كما شيد هيرودس الكبير قلعتين في هذه المنطقة، هما هيروديوم ومسادة، لتوفير الحماية خشية أن يثور ضده الشعب يوما ما. أما الأسينيين فهم جماعة يهودية متطرفة، وجدوا ملاذا لهم في هذه الصحراء، وقد تركوا لنا مخطوطات قيمة هي مخطوطات البحر الميت. وخلال الألف عام الأخيرة كان أهل البادية هم أسياد الصحراء، وكانوا يتنقلون بقطعانهم من تلال اليهودية إلى برية اليهودية. أعزائي، أواصل حديثي من سفر أعمال الرسل الإصحاح الثامن من الصحراء الجنوبي. في هذه الفقرة أريد أتحدث عن تغيير شخص آخر اللي هو خصي الحبشي. في بداية الإصحاح شفنا أنه كان في اضطهاد شديد، وطبعا هذا الاضطهاد من شاول الطرسوسي. ثم رأينا أيضا المبشر فيليبوس، ورأينا سيمون المخادع. أما الآن فأريد أن أتحدث عن هذا الخصي، خصي الحبشة نسميه الباحث، الذي كان يبحث عن الله في أورشليم. طبعا الاضطهاد مثل ما ذكرت خلت الرسالة تصل إلى مناطق كثيرة، وواضح أن إرادة الله أن الرسالة تصل إلى كل أنحاء الأرض. هذا الباحث كان يسير طبعا رجوعا إلى المنطقة الجنوبية من أورشليم إلى الطريق إلى غزة. طبعا الطريق كان بمر من أورشليم إلى بيت لحم. هذا الطريق يقود عند الطريق إلى الطريق الرئيسي، الطريق التجاري وطبعا العسكري الروماني. من هناك من غزة يقود إلى مصر، وطبعا هذا الطريق الجنوبي أو الطريق الصحراوي نسميه أيضاً فيا مارس، اللي بيربط بين مصر وبيربط إلى أقصى الشمال، منطقة ما بين النهرين، العراق اليوم. وزير الحبشة كان وزير المالية لكنداكا. هذا الشخص ذهب إلى أورشليم، لا نعلم السبب، لكنه بالواقع أنه كان يبحث.
وكثير من الباحثون يذهبون إلى أورشليم. في كثير من الأمم بحبوا يعرفوا عن الله، يرفضوا عبادات الأوثان والأصنام، فبيسمعوا عن الله الحي، فكانوا يأتون إلى أورشليم كي يعرفوا أكثر عن هذا الإله الحقيقي والحي. طبعاً بيذهبوا إلى أورشليم حتى يدرسوا المبادئ والأخلاق اليهودية، هذه الأخلاق المتمثلة بالوصايا العشر والشرائع والفرائض اللي الله ذكرها لموسى عبده في العهد القديم. كان نوعين من الناس اللي بينضموا إلى اليهود. النوع الأول الجماعة اللي اقتنعوا اقتناع كامل، فيختتن هذا الشخص بل يتهود يصبح يهودياً، والجماعة الثانية تكتفي بحضور الاجتماع والدراسة أيضاً في المجامع اليهودية. أريد أن ألفت انتباهكم إلى شيء معين، إن الله يهتم ليس فقط بالنهضات العظيمة والجماعات الكثيرة، لكن الله يهتم أيضاً بالأفراد. مع أنه فيلبس مثل ما سمعنا كان في نهضة عظيمة جداً في السامرة، تبعوه من الكبير إلى الصغير، اعتمدوا رجال ونساء، الأرواح كانت تصرخ بصوت عظيم، معجزات شفاء وفرح عظيم في المدينة، وفجأة نسمع أن الرب يهمس في أذني فيلبس أن ينطلق إلى البرية، إلى الطريق الصحراوي، على الطريق إلى غزة. هناك وزير، شخص بيصير في مركبة لوحده، ويا للعناية الإلهية، كان يقرأ فاتح سفر إشعياء النبي. أنا لا أعرف، لكن تخيل معي أنه ذهب إلى أورشليم وكان سمع عن يسوع المسيح، وسمع عن المعجزات، وسمع عن امتداد الكنيسة، ولربما سمع اليهود وسمع المسيحيين، فكان محتار جدا، فكان يقرأ في مخطوطة إشعياء النبي. وطبعا الرب كلم فيلبس، أو بالأحرى خطفه، أسرع وسيلة نقل، وكان في لحظة موجود على الطريق، فأخذ زمام المبادرة ومشي بجانب المركبة وسأله سؤال: ألعلك أنت تفهم ما أنت تقرأ؟ الجواب: كيف إن لم يرشدني أحد. صعد معاه على المركبة وابتدأ يشرح له من نبوة إشعياء إصحاح 53: كشاة صيقة للذبح، وتحدث إنه هاي النبوة تمت في شخص يسوع المسيح، إن الكاميرا الإلهية، الرادار الإلهي التقط هذا الإنسان الوحيد ولم يتركه يتخبط، لأنه كان يبحث، وكل إنسان بيبحث لابد إنه الله يجيبه. أحبائي، فبالفعل آمن وقال: ماذا يمنع أن أعتمد؟ كان في مياه وهناك اعتمد، عمدوا فيلبس. وطبعا المعمودية طبعا يقول كتاب آمن واعتمد، هي عبارة عن التطهير من الخطايا، هي علاقة انتقال الحياة، وطبعا المعمودية شركة حقيقية مع المسيح. يقول كتاب: دفننا معه في المعمودية وقمنا أو نقوم لنسلك في جدة الحياة. هذا الشخص يقول التاريخ عنه: عاد إلى الحبشة، منطقة السودان والحبشة اليوم، وبشرها وأصبحت المناطق مسيحية، لكن يختتم الكتاب: رجع أو مضى في طريقه فرحا. لربما كان مكتئب، عاوز بيبحث، عاوز يعرف، لكن رجع فرح لأنه اكتشف الجواب، اكتشف الحل. يسوع هو الحل لكل إنسان يبحث عن الحق. تابعونا على هذه القناة كل أسبوع لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة كل أسبوع من حلقات الكنيسة الأولى رحلة في سفر أعمال الرسل. وكلم ملاك الرب فيلبس فقال له: قم اذهب نحو الجنوب في الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة وهي مقفرة. فقام فيلبس ومضى.
وفي الطريق صادف رجلاً من الحبشة وزيراً من خصيان كنداكا ملكة الحبش، وخازن جميع أموالها، وهو جاء إلى أورشليم للعبادة، وكان راجعاً وهو جالس في مركبته يقرأ النبي إشعياء. فقال الروح لفيليبوس: تقدم حتى تلحق هذه المركبة. فأسرع إليها فيليبوس فسمع الرجل يقرأ النبي إشعياء، فقال له: أتفهم ما تقرأ؟ فأجاب: كيف أفهم ولا أحد يشرح لي؟ ورجى من فيليبوس أن يصعد ويجلس معه. وكانت الفقرة التي يقرأها من الكتاب هي هذه: كنعجة سيقى إلى الذبح، كحمل صامت بين يدي من يجزه، هكذا لا يفتح فمه. أذلوه وسلبوه حقه، حياته زالت عن الأرض، فمن يخبر عن ذريته؟ فقال الرجل لفيليبوس: أخبرني، من يعني النبي بهذا الكلام؟ أيعني نفسه أم شخصاً آخر؟ فبدأ فيليبوس من هذه الفقرة في الكتاب يبشره بيسوع. وبينما هما في الطريق وصلا إلى مكان فيه ماء، فقال الرجل لفيليبوس: هنا ماء، فما يمنع أن أتعمد؟ فأجابه فيليبوس: يمكنك أن تتعمد إن كنت تؤمن من كل قلبك. فقال الرجل: أؤمن بأن يسوع المسيح هو ابن الله. ثم أمر بأن تقف المركبة، ونزل هو وفيليبوس إلى الماء، فعمده فيليبوس. ولما خرجا من الماء خطف روح الرب فيليبوس، فغاب عن نظر الرجل، فمضى في طريقه فرحا. أعزائي، أنا موجود بجانب ضفاف نهر الأردن. يوحنا المعمدان عمد في هذا النهر، يسوع المسيح أيضا اعتمد على يدي يوحنا في هذا النهر المقدس. قال يسوع: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وقال أيضا: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص. المعمودية المسيحية تعتبر فريضة تحدث عنها الرب يسوع، أو بالأحرى ترك فريضتين للكنيسة أن تمارسها. فريضة العشاء الرباني، نتذكر موته إلى أن يجيء، وهكذا أيضا فريضة المعمودية. المعمودية في سفر أعمال الرسل كانت جزء لا يتجزأ من خدمة التلاميذ والرسل. في كل مكان كانوا يكرزوا ويتلمذوا باسم الرب يسوع، كانوا يعمدون جميع الذين انضموا إلى الكنيسة أو آمنوا بيسوع المسيح. فالمعمودية مهمة جدا في المسيحية. المعمودية هي طاعة لوصية الرب يسوع المسيح، قال: عمدوهم، فإذن ينبغي أن يطاع صوته. ثم هي أيضا شهادة علنيا أمام الملأ، أمام الجميع، أن الشخص آمن بالمسيح يسوع، بل اتحد مع شخص المسيح. المعمودية أيضا لها رمز عميق جدا، كما قال الرسول بولس في روميا الإصحاح السادس: فدفننا معه أيضا في المعمودية لنقوم ونسلك في الحياة الجديدة. فإذا الشخص الذي يؤمن بالمسيح طاعة لصوت المسيح ينبغي أن يعتمد بالماء، أي بالتغطيس، ثم ينبغي أن تكون شهادة أمام الجميع، وطبعا اتحاد كامل في شخص المسيح. ندفن معه، أي أن الخطايا تدفن. وهنا رمز جميل لهذا النهر، نهر الأردن كله يسير تحت مستوى سطح البحر وينتهي في بحر الميت 400 متر تحت مستوى سطح البحر، وهناك تتبخر المياه، وكأنه الخطية تتبخر إلى الأبد، وأصبحنا منضمين إلى جسد المسيح يسوع، مؤمنين مفديين، جسد واحد مع يسوع المسيح، لنسلك شهادة وطاعة أمام الجميع أننا مؤمنون بشخص المسيح. كانت المعمودية فورا بعد الإيمان يمارسوها فورا. منشوف أنه في عدة أشخاص اعتمدوا في سفر أعمال الرسل، اعتمدوا الكثيرين.
في أعمال الرسل إصحاح 8، في طبعا خصي الحبشة قال ماذا يمنع أن أعتمد فهو ذماء، فطبعا قال له فيلبس يجوز اعتمد، ونقرأ عن بيت كورنيليوس اعتمد، عن ليديا هي وأهل بيتها اعتمدوا، وبالواقع كثير من المؤمنين يعتمدون بالماء طاعة للرب يسوع. ماذا يعمل؟ ينزل إلى الماء والشخص اللي بعمده بيسأله سؤال، أتؤمن بيسوع المسيح ابن الله الحي؟ فيقول أؤمن. أتؤمن بصليب المسيح؟ تؤمن بقيامة المسيح أنه مات من أجل خطاياك وقام لأجل تبريرك؟ طبعا الجواب أنا أؤمن. هل اتخذته ربا ومخلصا شخصيا لحياتك؟ هل توجته ملكا على حياتك؟ يقول أنا أؤمن. على أساس هذا الإيمان أنا أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس، فكان التعميد باسم التلوت الأقدس، مع أن سفر أعمال الرسل يقول اعتمدوا باسم الرب. فعلى أساس هذا الإيمان وهذه الطاعة يعتمد الشخص ويصبح شخص منضم مع رعوية الله، شعب الله متحد في شخص المسيح. وفي كثير من البلدان الشخص اللي بيتعمد كأنه رسميا أصبح شخص مسيحي، مع أنه بالواقع الشخص لما يؤمن بالمسيح هو مؤمن ومتحد بالمسيح، لكن ينبغي أن تطاع كلمة الله أن يعتمد بالماء. طبعا بعد سماع عن المعمودية أنا أدعو كل مشاهد، لربما أنت تسكن في أماكن ما فيها نهر الأردن، مش شرط أنك تيجي تعتمد بنهر الأردن، أي ماء ممكن تعتمد فيه، لكن أهم شيء طاعة صوت الرب، والأهم أنك تفتح قلبك ليسوع وتسلم حياتك وتقبل عطية الله، تؤمن بالمسيح حتى تنال غفران الخطايا والحياة الأبدية. المعمودية هي زي نوع من التأكيد والشهادة أنك أنت أصبحت مختوم، أصبحت من شعب الله. إلى اللقاء والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن قتل الرسل الأوائل. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو